واجبات الزوجة تجاه زوجها وبيتها يا سماح. الله الله، واجبات كثيرة والله يا عبير. إن شاء الله ربنا يقويك يا سماح، يقوي جميع الزوجات جميعا. تدور فروع الواجبات المتعلقة بالزوجة على طاعة الزوج بالمعروف وصيانة عرضه والمحافظة على ماله وولده ومراعاة شعوره وكرامته وإحساسه ونحو ذلك مما يلزم الزوجة تجاه زوجها. ولكن للحديث أكثر عن واجبات الزوجة تجاه زوجها، يسعدنا نرحب الأستاذة أشواق الآغا، خبيرة في العلاقات الأسرية والتنمية البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد عليكم وعلى كل مشاهدين ومستمعين. نورتينا، قدرنا كثير من نشوفك. سلمون، النور نوركم، انشغالات كثير. يعني الآن أستاذة أشواق، مع عمل المرأة وانخراط المرأة في مجال العمل، وأيضا خاصة من نتحدث عن الأم العاملة، كثرت الواجبات والمهام وكثرت الضغوطات على المرأة. بداية يعني حدثينا عن أهم هذه المهام والواجبات التي تقوم بها المرأة العاملة. بالتأكيد كنا نعرف أنه الزوجة أو الأم بصورة عامة هي عندها كثير واجبات أكثر من الرجل، مهما يعني بلغ دورها بالمجتمع. فإنه هي الأم والزوجة والمدرسة والمعلمة والأخت والصديقة، فهذه الواجبات أكيد كثير من النساء تقدر تجيدها، ربنا خلق تكوينها يعني تكوينها وتشكيلتها بخلافا عن الذكر. فهنا هي باستطاعتها أن تدير جميع هذه المهام والأدوار نسبة إلى تكوين الدماغ والجسد وأيضا قدرتها النفسية على هذه الإدارة. فبإمكانها أنه هي تقوم يعني بعمل ترتيب الوقت من خلال العمل اللي تذهب إليه ورعاية الأبناء وأيضا المحافظة على العلاقة الزوجية. فضرورية هاي النقطة على كل امرأة عاملة ما تهمل نقطة معينة أو خانة، فقط أنه كثير من الأزواج يعانون من سد خانة التعامل مع الزوج، هاي تؤدي إلى مشاكل كثيرة. عليها أنه تتقن هذا الدور لأنه هي مميزة، المرأة مميزة بهذا الشيء، مو إحنا كلنا نسوان. قد يقول المستمع والمشاهد أنه أنا أتحيز، لا، ولكن هذه نعمة ربنا أعطاها للمرأة هي تتميز فيها بخلاف عن الرجل. صحيح. كونها أنه هي تحمل أحاسيس ومشاعر، هي تحوي الناس اللي حولها، هي مصنع النساء والرجال. فمن الضروري جدا أنه هي تحافظ على مسألة الإتقان، هاي أهم نقطة تعيب شخصيتها. إذا بس بشكل عام، يعني معلش احترام، يعني طبعا ما خدش التجربة هذه، انت نخطن التجربة، ولكن بشكل عام يوم الإلك إن شاء الله. إن شاء الله قريبا. الله يستر. الله يستر. أنا بدي عبير تجرب هاي التجربة، لازم. ربنا يسعدك يا سماح. بس لو نتحدث بشكل يعني بمصداقية أكثر، يعني مهما كان إحنا بشر وجل من لا يسوى الكمال لله، يعني ما تقولي الإتقان والتوازن إلا ما يحصل شوية خلل ورتوش وركوك شوية أو ركة شوية في التعامل مع الزوج، بس كيف للمرأة أن تحافظ على علاقتها بزوجها أو على بقاء العلاقة مع زوجها بود واحترام؟ هنا يعود إلى طبيعتها هي وأيضا الظروف المحيطة فيها. نلاقي كثير من النساء ما عندها اهتمام حتى بمظهرها الخارجي. ليش؟ لأنه هي تعيش في داخل البيت بكركبة كبيرة، لأنه هي لما تزوجت هذا الرجل أو هي رسمت حياتها نسبة إلى التخطيط، هي تقع بهذه المشكلة نسبة للتخطيط الغير متقن. هنا عندها عدم تخطيط، فهنا لن تكون حياة زوجية صحيحة. هي من الأساس حتى وإن قبل الزواج كانت في أيام الخطوبة، هي من البداية تتقن ترتيب علاقتها مع الإنسان اللي راح تعيش معه. هذا الإنسان اللي هو راح يكون عمر طويل، مش يوم ويومين أو شهر وشهرين مثل ما يقال. فهنا الدور يعود إلها من ناحية الإتقان والترتيب، فضروري. نعم. طيب أستاذ أشواق، الآن كمان يعني نتحدث عن اليمن بجزئية خاصة في اليمن وحتى في بلدان عربية اللي شهدت نزاعات وظروف استثنائية، ممكن الوالد غادر الأسرة أو توفي الوالد أو المعيل ورب الأسرة، والمهام كلها والواجبات الآن أصبحت قائمة على الأم، على المرأة. فكيف كمان تتعامل مع هذه المهام وهذه الضغوطات؟ يعني هي الآن المربية وهي المعيلة وهي المعلمة، أصبحت هي الرجل والمرأة بالضبط بنفس الوقت، وهذا الأمر إحنا مرينا فيه. هنا أيضا يعتمد على شخصيتها، لازم تكون شخصيتها قوية نسبة إلى الظرف اللي تعيش فيه.
أنا كل موقف راح أمر فيه ما أخليه يثنيني، لا بالعكس يقويني إلى درجة كبيرة. كثير من ما ذكرتي أنه هي فقدت المعيل بالحرب أو بحادث أو بمرض، فهذا الأمر ما يخلي عندي انتكاسة، لازم أنا أكون ضده. وهنالك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يعني هنا أنه أنا لن أنحني، المسلم والمؤمن لازم يكون قوي، فخليني أنه أنا من الانكسارات، أنا أرفع نفسي بنفسي ولازم أقوي نفسي لأنه أنا مسؤولة عن هذه العائلة، فضروري جدا أعود إلى بناء شخصيتي أنا، هذه ضرورية. وأيضا تعود إلى مساندة الأم. الأم إذا كانت شخصيتها قوية، هذه البنت اللي هي أصبحت زوجة راح تستمد الطاقة الإيجابية والسلبية من الأم. فضروري أنه كثير من الأمهات تعتقد يعني هي مهارة شخصية بالتأكيد، توازن بين ممكن العمل بين ضغوطات داخل المنزل. يعني إحنا لما بتزوج البنت ما بتكون واعية، ما عندها وعي ولا إدراك بشو هو الزواج، شو هي التزامات الزواج. يعني ممكن بتكون شايفة والدتها بتقوم في كثير من المهام ولكن هي نفسها ما عندها الوعي الكافي لحتى تعرف شو مهام الزواج، وما بتعرف إذا هي فعلا قد هذه المهام والمسؤوليات ولا لا. فكيف أيضا من نزرع الوعي وننشر الوعي عند الشابات والفتيات المقبلات على الزواج؟ هذه نقطة مهمة، هي طبعا هنا تتبع الوعي في داخل الأسرة. الأم مسكينة أنه هي ما وصلت تحصيل دراسي معين، أنه أنا أشوف نفسي وصلت إلى يعني ستيب، خطوة توقفت فيها نسبة إلى الظروف. أنا ما راح أمنع بنتي، خليني أدخلها في دورات تعلمها أنه الثقة بالنفس، أو تعلمها كيف أنه هي راح تواجه الظروف، كيف أنه هي راح تعيش مع الرجل، كيف أنه هي راح تكون أسرة. أبدي أنه تكون النصائح من الأم في داخل البيت، وأيضا يعود على المكان اللي أنا أدرس فيه. مثلا حاليا إحنا كثير من البنات يكونون مخطوبين وهم في مرحلة مراهقة أو المدرسة، فيما بعد أيضا حتى في الجامعة. أحاول أنه أبدي أقرأ كتب، هذه نقطة توعية مهمة جدا، أنه إحنا أمة اقرأ أصبحت لا تقرأ في هذا الوقت. صحيح. نسبة إلى الحداثة والتكنولوجيا تركنا الكتاب، وأي شخص يقرأ نعيب عليه نقول عليه أنه هذا في عالم آخر في عصر حجري. صحيح. يعني ولا زمن القراءة، لو تحب حتى كمان تقرأ من التابلت أو من التلفون. وهذه خطأ طبعا، أنه هنا يعني أخذنا الدماغ أو النفسية إلى عالم السرعة والحداثة، وما راح يخلي عندي الكتاب ينمو بفكرة في داخل الدماغ. أيضا مشاهدة البرامج التوعوية هذه لها دور كبير، أنه أنا أحاول أستشير الأكبر مني من أصحاب التجارب الناجحة، خليني أروح أشوفهم ليش هم نجحوا في هذه الخطوة اللي عملوها. ضروري جدا أوعي بنتي، حتى لو أنا ما عرفت لازم أنا أروح أخذها أو أنا أذهب معاها أشاركها. صحيح. هذا هذه الأمر مهارات مكتسبة. هذه مهارات مكتسبة ممكن. في كثير من السيدات الآن بيطلعوا لسيدات أخريات وصلوا لما سيدات أعمال لمناصب في حياتهم، هم عندهم أطفال، هم عندهم أسرة، وهم عندهم واجبات كثيرة، وممكن في منهم أكملوا دراستهم وهم عندهم عمل وأسرة وأولاد، فهذول بيكونوا عن جد قدوة ومثال لباقي السيدات. أكيد وتلاقين سماح كثير من النساء واجهوا كثير من الصعوبات، كون قد منهم أصبح أنه فاقد مثلا جزء من جسده. صحيح. أو أنه هو يعاني من مرض مزمن. معاق، أو حتى تلاقين أنه هم عندهم أيضا أمراض ذهنية، ولكن هم قاوموا الحياة وقاوموا الظرف اللي واستمروا طبعا. هذا دلالة على أنه أنا عندي هدف وأتحدى المصاعب والصعوبات. أيضا الدور يعود على الأم، وأيضا المجتمع له دور كبير من خلال أيضا التعليم، الوسائل التعليمية أيضا لها دور كبير. أنا الطفل اللي هو البنت أو الولد هم ضروري اثنينهم أنه أنا أعلمهم، لا أسلط الضوء على المرأة أو الطفلة الصغيرة اللي هي ستصبح امرأة تربي أجيال، لا، ضروري على الاثنين الثقافة متبادلة، لأن هم رح يعيشون في محور واحد
أثناء تكوين الأسرة، فضروري الثقافة والوعي هذا مهم جدا. نعم جميل. طب هذا بالنسبة للمرأة إذا كانت عايشة في جو أسري آمن ومستقر بعدها غير متزوج طبعا وبعدين عدم غير متزوجة. طب نعم. لما تكون الحياة الأسرية كلها مشاكل في مشاكل وبعدين الرجل يضغط عليها لا لازم أن أنت تحافظي على واجباتك، لازم أن أنت تقومي واجباتك معي، مع أنه أصلا في اختلاف في اجتراء يعني ركاكة أو في تفكك ما بين العلاقة نعم. الزوجية. هنا يعود إلى هم اثنيناتهم الشخصين ما تفاهموا مع بعض قبل الزواج فبدت هذه المشاكل تزحف إلى ما بعد الزواج يعني فقط مرحلة الزواج، ما بعد الزواج هذه رحلة المشاكل معهم، قبل يعني الزواج هم ما عملوا على ولا تناقشوا على تذليلها واختفائها وعدم وجودها وعدم حدوثها، فهذا السبب الرئيسي يعود على الشخصين نفسهم، هم اصلا ما حسبوا حساب للايام المقبله للمستقبل. الزواج احنا ما نخوف المشاهد والمستمع نقول له الزواج والله مسؤوليه لا تتزوج وخليك عازب، خطا هذا الشيء بالفعل، يعني سمعتها كثير لا خطا خطا هذا الشيء بالعكس كل انسان كان امراه او رجل بحاجه الى الاستقرار النفسي والجسدي والعاطفي، ربنا خلق المرأة والرجل مع بعض يكملون بعض، يعني نصفين يكملون بعض رغم اختلافات العقلية والجسدية والسايكولوجية مع بعض، فهنا نقطة ضرورية أنه أنا أبدي أحاول أيام الخطوبة أو التعرف أثناء الخطوبة على ما هي العقبات اللي راح تواجهنا، مثلاً أنه إحنا مخطوبين حالياً شو هي العقبات اللي راح تواجهني أثناء الزواج أو بعد الزواج بعد فترة وجيزة، مثلا الحالة الاقتصادية أو عدم توفر كثير من الوسائل، هذا راح يزحف معاها. ليش؟ أنه هو الزوج يعاملها بكل طريقة سيئة، ليس أنه طريقة مثلا علو الصوت أو أنه مثلا الفاظ أو عدم سماع كلام، لا هذا كله من البداية. أنا لما أشوف هذا الخطيب أو الخطيبة هذا طبعا أبدي أنه أنا راح أكمل معاه، أوكي ما أكمل معاه أترك هذه الخطوة، ربنا سيرزقني بيعني شخص آخر كان مرأة أو رجل. نعم. اثنينهم إحنا ما نقول للمجتمع حاليا ونوعي والله أنه وجد عيب واحد بالشريك راح أترك أثناء الخطوبة، خطأ، خليني أعالج هذه المشكلة، بالعكس ملك كمان لله أصلا يعني. طبعا طبعا وهذا راح يؤدي إلى أنه إحنا نترك بعض، خطأ هذه النقطة، خليني أعالجها، ومو أعالج الخطأ بالخطأ، لا أعالجها بالإصابة يعني بالصح، هذه لازم نقطة. يعني هذا لازم يكون من فترة الخطوبة يعني قبل الزواج الاتفاق ضروري. والتعاون ويفهموا بعض، هي الخطوبة فترة تعارف. طيب الآن بالنسبة ل يعني السيدات اللي بيعانوا الآن من ضغوطات زيادة، يعني احنا بنعرف ممكن الأم بالبيت عليها معظم المهام، حتى وصلت مواسرجية وكهربجية كل شيء، لأنه خلاص موجود الوالد ممكن مش موجود، فالآن كيف ممكن تؤثر هذه الضغوطات والواجبات الكثيرة على الصحة النفسية والصحة الجسدية طبعا للمرأة؟ أكيد أنه هي تأخذها في منحى السلب إذا هي بقت على نفس توازنها، أنه أنا اليوم تعبت فترات طويلة يلا خليني أنه الحزن باين على وجهها، لا الأولاد هم بحاجة إلى طاقة إيجابية هم ما لهم ذنب، أوكي إحنا مرينا بهذه الصعاب، كل إنسان مبتلى في هذه الحياة، كل إنسان من عندنا رب العالمين كاتب له هذا الشيء، أنه إحنا صعب علينا كل لحظة أنه نمر فيها نقعد نلوم نفسنا أو أنه إحنا نعاتب رب العالمين، هاي من الأخطاء، ستبقى يعني الأمور هذه والظروف في محلها تدور حولي، لا تنمحي من هذه الدائرة اللي أنا أعيش فيها، فخطأ أنه أنا أبقى في نفس السلبية اللي واجهتها أثناء العمل، مثل ما قلتي أنه هي عملت مواسرجية أو أنه هي عملت بنشرتشي صحيح ميكانيكي صحيح في موجودة في اليمن طبعا وحتى في العالم بقية دول العالم العربي عملت هي ميكانيكي وعملت أيضا تقوم بتصليح المكائن الكبيرة في المصانع فهي أوكي شاركت الرجل، إحنا ما نقول عليها أنه أوكي إحنا نريد مساواة، بالعكس الإسلام هو كرمها أعطاها مكانة كبيرة. نعود إلى نقطة أنه هي كيف راح تفرق في هذه الواجبات، الطفل إلى واجبة أثناء الدراسة أو ما هي الأمور اللي يحتاجها من ناحية الرعاية الصحية والنفسية والجسدية أو شو هي الاحتياجات الخاصة فيه،
هذا قدر ربنا انه احنا لازم ما نتذمر منه. كل ما الانسان قبل بقدر رب العالمين بكل رضا داخلي ستصبح الخطوات المقبلة أسهل. اسعد اسعد اسهل واسعد. نعم اسهل واسعد. الاسعد ستصبح هي اسهل فيما بعد. يعني هنا الرضا في الداخل انه انا قابل على ما رزق يعني رب العالمين الا. فهذه نقطة يعني مهمة، لازم انه احنا نقوي روحانيتنا. نعم. اتجاه الخالق حتى جميل. الامور الصعبة تتذلل. صحيح، دائما الوازع الروحاني والايماني جدا ضروري مهم. هذا الشيء ضروري، كل ما الانسان ابتعد راح تزيد عليه الصعوبات. نعم. نلاقي حالات الانتحار في العالم الغربي، ليش؟ لان هم بعيدين عن الخالق. ايضا حتى عندنا بالعالم العربي ولكن بتفاوت ونقاط قليلة، صح؟ كثير نلاقي من الناس انه عندهم ابتعاد عن الخالق، ولكن اوكي مش كثير. كثير نلاقي منهم انه من ترك الصلاة وشرب الخمر وايضا المحرمات، ولكن هذه الامور بامكاننا ان نعيد يعني الشخص للمجتمع اللي يعيش فيه، نقدر هو شخص اعاده التاهيل واعاده. نعم نعم نعم. هذه ضروريه. بما انك ذكرتي الوازع الديني والعوده الى الله والعلاقه فيما بين الله، يعني اكيد من واجبات المراه طاعه زوجها بالمعروف. والمعروف ايضا معروف. أوكي. لكن لما نأتي نشوف إنه المرأة ما بتقصش مع زوجها في كل حاجة، توصل لعند نقطة معينة أقول لها طب مثلاً تشتي تدرس، قل لها معلش بحجة الخوف والقلق والشك لا ما تدرسيش. طيب ما تشوفيش أهلك، منعها من أهلها بسبب إيش؟ إنه أنا خايف عليك أو حصلت مشكلة بيني وبين أحد من أسرتك فأمنعك من أهلك ومن أسرتك، وأحياناً أمنعك من والديك. كيف تتعامل مع زوجها في هذه الحالة؟ أوكي، في هذه النقطة هي اتفاق أولي وفيما بعد يصبح مبدئي. الاتفاق الأولي أنه أنا لازم أشوف زوجي ليش يمنعني من أهلي. أنا رحت لما أفشي أسرار الزوج أطلعها خارج الغرفة وأروح يعني أفضحها للزوج، هذا السبب اللي خلى أنه الزوج يمنعها أنه هي ما تقترب من أهلها. ليش؟ لأنه هو وجد كثير من العبارات والأحداث اللي كانت في داخل البيت، اكيد من حقه يمنعها. نقطه بس الدراسة. ما فيش ام ما تقدرش او ما فيش زوجه ما تقدرش تتكلم مع اسرتها، يعني ادنى حاجه افضفض لامي. اوكي انا افضفض لامي، بس امي ربما راح تحكي لامها او اختها او البنات خالاتها وعماتها. مش هذه الدرجه يعني، مش معقول. هذه بعض الامهات يعني. لا لا في بعض الزوجات. لا لا نلاقي مجتمعنا احنا ما راح نقدر نحجز المجتمع. لا تعرفين انت جارتك ولا اني اعرف جارتي لما بنتها راح تجي تحكي لها وتفضفض وتحكي ايضا صديقاتها، فهنا المشكله ربما تخرج هذه الكلمه تصبح لها نقمه. خروج هذه الكلمة تصبح عليها نقمة. صحيح. فهنا هو يتجنب. ليش؟ لأنه هنا انعدمت الثقة بينه وبينها فأحدثت مشاكل. هو يمنعها يعني عاطفيا من ناحية هذا التصرف، ولكن لا يمنعها نهائيا. نقطة المنع هذه أدت به إلى أنه هو شاف يعني كثير من الأسرار أو ردود فعل. طبعا، وكثير من الأمور اللي هي طلع عليها الجميع والكل راح يتصرف بهذه العائلة. نعم. ويبدي كل واحد يبدي رأيه ويصبح فيلسوف في هذه العائلة. ليس كل زوج يقبل هذا الأمر. صحيح. صعب جدا، صعب على الرجل يتقبلها مطلقا. أما أنه يمنعها من الدراسة، هذا اتفاق مسبق أنه أنا أشوف هذا الزوج قبل ما أتزوج أحكي له أنا حابة أكمل دراسة. حتى مو في كثير يا أستاذ أشواق، في كثير قبل الزواج وأيام الخطوبة حاضر وموافق ويعني وعامل لها أحلام هذا وردية الزوج. من أوكي. ناحية بعد مجرد ما تتزوج خلاص أنت قد ما قدك مرتي بكيفي عدم الشيء، لا تروحي جامعة لا تروحي مدرسة. أوكي. لا تروحي تكمل حتى تعليمك ولا تحلمي حتى. هذا الزوج إحنا راح نحكي عنه، هو الرجل اللي اولا الاناني والمتسلط وما يحب زوجته انه تكون اعلى منه، ربما هو يحمل شهاده اعلى منها. هذه ايضا الغيره بين الازواج، هذه واحده من الاسباب انه يمنعها. نقطه اخرى ايضا اساسيه، كان هو ربما يعاكس فتيات اخريات فير الناس وأنه طبعه. هو سيعود له الصاع في المستقبل طبعا، ويعني انه هنا كان انه يعاكس بنات الناس، فاكيد ربنا راح يرجع لها. يشوف الناس بعين طبع احنا نسميها طبعا اكيد. فهو يخاف، هذه ايضا نقطه، هذا دلاله على ضعف شخصيه هذا الرجل، انه هي لازم تنتبه قبل الزواج تتفق معه على هذه الامور دون ان يخلفها.
مع وضع شهود على هذا الأمر. طيب إيه؟ لأن الدراسة هو أمر مصيري. نعم. طيب أستاذ الشواق، إذا كان مش مقصر معاه في أي حاجة، هي قيمة في كل واجبته، وهو أيضا بالمقابل مش مقصر معاه بحاجة إلا بهذا الشيء مانعها من التعليم، هي أصلا كيف تتصرف معه بما أنه هي لازم أنها تقوم كل واجباتها تجاه الزوج؟ أولا أنه أنا أتناقش معه. النقاش إذا ما جاب يعني موضوع نتيجة أثناء الحوار، أنا أشوف شخص أكبر منه اللي أثر عليه، اللي هو أمه أو أبوه. هذه نقطة أساسية. إن لم يضع يعني حد للي أنا أريده، أكيد راح يكون هنالك فصل بيني وبينه في هذا الموضوع. لازم يرضخ لهذا الأمر، لأنه التعليم بصورة عامة يجب عدم منعه، لأنه أنا يعني نقول له إحنا يا رجل انتبه، إنه المرأة هي ذهبت إلى دار العلم، إلى مكان العلم، هي راح تثقف العائلة، تثقف نفسها. صحيح. قد تجد في نفسها كثير من الأمور راح تساعده بالحياة. ممتاز بعدين. ممتاز. هي أصلاً إنه لما تحصل على شهادة أكيد إنه هي راح تعاونه، تكون إيده الساندة. أوكي. هاي ضروري. والنقاط اللي أنا حكيتها قبل لحظات إنه هذا الزوج إنه هو شخصيته ضعيفة يمنعها، وأيضا دافع الغيرة، وربما أنه هو كان سابقا أنه يتجاوز. فهذه الأسباب أيضا من يعني تدفع أنه يمنعها، prevent her أنه يمنعها. فهذه نقطة هاي مشكلة كمان بالإنجليزي عشان يفهمونا ضروري بالعربي وبالإنجليزي. نعم، يعني الحديث يطول بالتأكيد. أستاذة أشواق الأغا، خبيرة في العلاقات الأسرية والتنمية البشرية، ولكن نشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات اللي أثريتي الفقرة النقاشية فيها لهذا الصباح، ونلقاك إن شاء الله.